السلام عليكم من مطبخ ام عبد الله للاكلات العراقيه. اليوم راح اقدم لكم طريقه شوي السمك في الفرن بطريقه سهله جدا. اول شيء عندنا هنا السمكه غسلناها زين ونظفناها، وهنا عندي ملح تقريبا ملعقه واحده ولمندوزي نص ملعقه مال الاكل، والتتبيله مالها بعدين اقول لكم عليها. اول شيء هنا أنا غسلناها زين وفتحناها، هسه ارش لها الملح واللمندوزي، ملعقة طعام ملح ونص ملعقة طعام لمندوزي. طبعا السمك الشوي يحب الملح هواية، وهنا فتحتها حتى يوصلها الملح والتتبيلة ايضا. مثل ما تشوفون فلحناها كل زين، واني هسه مشغله الفرن، يعني دخلوها الفرن يكون الفرن حار. هاي خلاص هسه انا مشغله الفرن، ندخلها للفرن يكون الفرن كلش حار وندخلها حامي، يعني ندخلها من يصير لونها ذهبي يعني تقريبا استوت اطلعوها ونسوي الخلطه سويه. سمكه بالفرن، نبدي نجهز التتبيله مال سمكه. هنا عندي هيات المكونات، هنا عندي خل ابيض، وهنا عندي صاص، وهنا دبس الرمان وزيت، زيت حتى يخلي السمكه تلمع بشكلها النهائي، وهنا عندي عصير الليمون. هسه اول شيء اخلي عصير الليمون، واخلي الخل الابيض، خل الابيض او خل تفاحة تخلون تقريبا خاشوبتين خليت من عنده، وعصير الليمون خليت يعني ليمونة كاملة عصرتها. ونخلي دبس الرمان تقريبا خاشوقة ونص، تقريبا 3 ملاعق خليت صاص. وهسه اخلي زيت، زيت اخلي قليل لانه بس حتى السمكة شكلها النهائي يكون يلمع وحلو. اخلي تقريبا خاشوقة اكل. وهذا شكل الخلطة. هسه انتظر السمكة تصير حتى امسحها ادهنها بهاي التتبيلة. هسه حضرناها تتبيلة، خلينا خل ابيض مثل ما قلت لكم وزيت ملعقه واحده وعصير ليمون خليت ليمونه واحده عصرت، وخليت دبس الرمان ملعقه ونص، والصوص خليت 3 ملاعق. ننتظر السمكه تكمل حتى نتبلها بهاي التتبيله. السمكه تغير لونها تقريبا استوت، وهسه راح نسوي الخلطه، ادهنها بالخلطه اللي سويناها التتبيله. بسم الله. من لون هي يتغير ابدو خلوا الخلطة مالت التتبيلة. دهنتها اني، وهسه دهنتها خفيف، وبعد عندي الصلصه ما اخليها بعدين. هسه ادخلها للفرن لمده 4 دقائق واطلعها، هم ارجع ادهنها. دقائق ورا ما خليت التتبيله مالتها، هسه ارجع هم اتبلها ادهنها بالتتبيله.
هاي اخر مره وراها شكلها النهائيه. شوفكم يا تبلها زين لان بعد وراها ما تبلها. هسه هاي تبلناها زين ادخلها الفرن واشوفكم شكلها النهائي. السمج الشوي شوفوا شكلها شلون حلو، طعمها بعد احلى. ان شاء الله تعجبكم، جربوها، واذا عجبتكم ضغطوا لايك وسووا مشاركه للقناه، اشتركوا بيها. من المطبخ مع عبد الله للاكلات العراقيه، ان شاء الله يا رب تعجبكم. مع السلامه.